هذا الاسبوع. احنا امتحاننا بعد العيد. بعرفش صراحه ليش مباشره، عندكم لسه سيستم اللي بعد هذا اللي متبعه قبلنا، يعني مش عارف صراحه كيف وين بعض. طيب هلا في العادة السي بي اس والموليكيولر بيكونوا حوالين بعض، يعني في بين الأسبوع وفي اليوم. هنخلي السي ار يشوف الدكتور محمد. حكينا عن الريبليكيشن، بلشنا فيها بروسيس از ستيبس. يمكن إذا شفتوا الفيديو يو وود نوتس إنه دائما لما نيجي نشرح الريبليكيشن نشرحه بشيء اسمه ريبليكيشن فورم. أول محاضرة الماضية حكيت لكم إنه دي إن إيه هيكيز. These are many proteins, many enzymes. سواء كنت عم بحكي عن بوليميريز أو هيليكيز أو برايميز، عندنا كوبيز كثير منهم، كل واحد منهم بيكون عم بيشتغل at the same time. إذا أنتم بتذكروا كنا نقول إن eukaryotic systems we do have more than one origin of replication. معناته بدهم يبلشوا ويكون في enough enzymes تغطي وبروتينز ونيوكليوتايدز كفي انه كلهم يبلشوا مع بعض كلهم يكملوا مع بعض. والريبليكيشن ان فاكت بيكون بيمشي باتجاهين، يعني في هيليكاز يمشي هيك وفي هيليكاز يمشي هيك. بس احنا عشان نفهم بنحطهم ستيبس، بنحطهم او بنرسمهم. معظم الكتب رسمنا اياهم از ريبليكيشن فورم، ومعظم الكتب بتحط لنا حدود للريبليكيشن فورم، وهي الستراند الثالثة والثلاثة والخمسة الكومبلمنتري ستراند اللي رح يجي برايميز يعمل ار ان اي برايمر هون، والدي ان اي بوليميريز 3 حيجي يكمل عليه سينثيسيس حسميها الليدنج ستراند، والاوبوزيت ستراند رح تكون هون برضه بهاي الفور، حتكون من خمسة لثلاثة، حيكون في عندي انزيم برايميز هون حيمشي بهذا الاتجاه برضه كمان اتجاه من خمسة لثلاثة، عشان دائما السينثيسيس تبعي ينتج لي ستراندز ذي ار انتي بارلل تو ايتش اذر. كل ما الهيليكاز اللي بيمشي بهذا الاتجاه بيكون عم بيفتح، الليدنج ستراند حتكون عم تمشي معه، والستراند اللي هون راح تفتح حيجي ان نيو برايميز، لانه صار في عندي اتجاه البوليميريز عم بيمشي هيك، بس هون صار في عندي نيوكليوتيدز فيش قبالهم شيء، فبيجي برايميز بيعمل نيو ستراند، بيجي دي ان اي بوليميريز ثاني وبيبلش السينثيسيس، وبيطلع عندي ستراند لما انا اتفرج على هذا الجزء من الريبليكيشن فورك بسميها لاجنج ستراند. اذا بتفرج على كل البابل البابل هيك شكلها، هذا الجزء ليدنج بس الجزء الثاني من البابل لانه الانزيم تبعي بيفتح هيك الهيليكاز بتكون هي لاجنج. هاي المسميات حطيناها عشان نفهم، مش عشان السل إلها different enzymes أو السل إلها pathways مختلف أو whatsoever. They are the same enzymes بس the direction of synthesis لازم بده يكون دائما anti parallel، ودائما هذا the direction of synthesis بيكون يبدأ من عند primase والpolymerase بيجي بيكمل عليه، ودائما اتجاه synthesis من خمسة لثلاثة. واضح؟ فتمبورالي when we look at replication bubble بنكون شايفين الليدنج واللاجنج ستراندز بتكون موجودة عندي، لكن when we move on بالسينثيسز we need to remove the primers. هدول ار primers عفوا، هدول ار ان اي فراجمنتس، هم مش جزء من الدي ان اي، هم عملوا لي الانيشيشن تبع البروسيس، I need to remove them. So we do have specific in bacteria we do have specific enzymes that they remove RNA primers اسمهم DNA polymerase 1. إذا أنتم متذكرين ال RNA as a polymer مختلف عن DNA. RNA as a polymer فيه الريبوز as sugar وفيه النيتروجين bases uracil instead of thymine. فال RNA polymerase 1 مصمم basically يتعرف على حدود ال RNA اللي هم البرايمر فراجمنت وبقص لي اياها وبقيمها. بصفي قبالها على الدي ان اي تمبلت فراغ. Whatever polymerase DNA polymerase 3 عم بيمشي بالدايركشن رح يلاقي هذا الفراغ وحيجي يعبيه.
we will end up سواء كنت عم بتفرج بجزئية replication fork على leading أو على lagging strand I will end up with fragments بس أطوالهم مختلفة. lagging strands أطوال ال DNA newly synthesized اللي بنسميهم أوكازاكي fragments بتكون أقصر والleading strand بتكون أطول. بس مع هيك we will end up having a template that is continuous و a newly synthesized strand اللي بيكون فيها fragments إشي طويل وإشي أقصر تحتاج منا إن نسكرهم. هلا DNA polymerase هو المسؤول عن elongation. اتركوا شوي proof reading. DNA polymerase 1 هو basically المسؤول عن يعمل cutting primers و DNA polymerase بيعبي gaps. زي ما حكينا synthesis دائما بالبوليمريز enzyme هو to add a nucleotide من 5 prime to 3 prime. الانزيم gets the energy required to add or to elongate the strand من الفوسفاتي groups اللي تكون موجودة عندي. فدائما النيكلوتايدز اللي عندها تكون as triphosphates. We combine الفوسفات مع OH بالaction of enzyme البوليمريز وبيطلع عندي phosphodiester bond وبتكون عندي الباكبون. one by one الاديشن بيكون موجود عندي. الانزيم المسؤول عن كومبايننج الفراجمنتس مع بعض اسمه دي ان اي لايجيز. يمكن هذا اللي وقفنا عنده المره الماضيه. دي ان اي لايجيز بس بيربط الستراندز مع سوا. بدها تكون بهاي الستراند النيوكليوتايدز كلهم في عندي على الاوريجينال ستراند في عندي سيكونس للنيوكليوتايد وكلياتهم في قبالهم نيول سينثيسايز ستراند تكون دائما النيتروجين بيس عامل مع بعض الهيدروجين انتر اكشن. بس بصفي انه هاي فراجمنت وفراجمنت جنبها مش مربوطين بفوسفودايستر بوند مع سوا. فبيجي اللايجيز بربط لهي الفراجمنت وهي الفراجمنت. I do see this على الليدنج سترانس و I do see this على اللاجنج سترانس. تمام؟ لانه انا البابل تبعتي فيها من كل شيء. دائما احنا بنحب نعطي اسماء. الفراجمنتس نسبة للساينتست اللي اكتشفهم هذول الفراجمنتس اوف الاجنج ستراند اسمه كل واحدة منهم اسمها اوكازاكي فراجمنت نسبة للساينتست اللي اكتشفهم او اللي اكتشف انه هذول بيكون هالقد فراجمنتس اصغر من اللي بتكون موجودة عندي بالليدنج ستراند وسميناهم اوكازاكي فراجمنتس نسبة للساينتست اللي بيكون يعمل لنا اياهم. We will end up producing two double stranded DNA helix shape كلياتهم بدهم يكونوا antiparallel to each other. اي strand بتفرج عليها بتكون اذا كنت بتفرج على هاي ال end 5 prime بتكون قبالها 3 prime بتاعت هاي ال end 3 prime بتكون قبالها 5 prime. So we will end up having an antiparallel DNA strand تكون موجودين عندنا. نيجي على البروف ريدنج. شو يعني بروف ريدنج؟ يس. هلا السينثيسيس سريع بالبكتيريا كثير اسرع منا وعندنا كمان ممكن تصير مفروض انه ما يصير اخطاء لانه الدي ان اي بوليمريز 3 واللي موجودين عندنا باور يوكاريوتيك سيلز بوليمريز ذات ادز او ذات الونجيت الدي ان اي ستراند هو اصلا بالاساس بيشتغل انها بدها تيجي نيتروجين بيس شفتوا بالفيديو اذا جت نيتروجين بيس داز نوت فيت انها تعمل هيدروجين بوند بتروح ما بقدر يربطها لانه doesn't fit بالستراكشر بيكون موجود عندي. But sometimes mistakes do happen. واحدة بكل يمكن مليون او every few millions من النيوكليوتايدز added ممكن تطلع واحدة تكون بالخطأ. DNA polymerase could elongate ويكمل بس بعدين DNA يلف helical. فلما يجي يلاقي مثلا T قبالها G الهيلكال شيب ما راح يلف. So immediately DNA polymerase راح يعرف إنه أنا في عندي إشي غلط يمكن few thousands of nucleotides مرقوا. هلأ في عندي several repair mechanisms محاضراتنا الجاية راح نحكي عن DNA damage راح نحكي عن repair enzymes. فأنا في عندي several repair mechanisms ممكن إذا كان DNA polymerase صار ماشي كتير بيجي من repair enzymes بتقيم هاي النيوكليوتايد بتحط مكانها الصح. بس we do know that DNA polymerase 3 عنده capability او عنده خاصيه اسمها proof reading. كل few يمكن hundreds of nucleotides depends on the species بيركبهم برجع بشيك عليهم.
هلا هو وظيفته يعمل elongation، وظيفته يعمل synthesis 5 to 3. بس برضو كمان جزء من شكل الانزيم بيعمل إشي اسمه excision cut 3 to 5. شو بيرجع رجوع مشان يشيك؟ لأنه لما يرجع يشيك بيرجع هيك backwards، هذا تكون 3 إلى 5. إذا بلاقي إشي غلط بقصه. هو نفسه this is what we mean when we talk about proofreading. لما أنا أقول إنه هذا الإنزيم زي بيكون تكتب مسج، يا بترجع بتلاقي مثلاً كلمة غلط أو إشي غلط، يا بترجع لها نفسها تغير الحرف أو الكلمة اللي أنت كاتبها مش صح، يا بتمحي كل ترجع تعيد الكتاب أول جديد. So DNA polymerase 3 it has a proofreading capability. ترجع backwards it can excise من 3 إلى 5 مشان تقص الخطأ ترجع من جديد تكمل synthesis. فإحنا we would say that the process of DNA replication مقدر generally نقول إنه بخلال عملية البروسيس ما فيش عندي أخطاء، لأنه هو قاعد عم بيركب. if the nucleotides nitrogen bases did not fit بركبهمش. إذا صار خطأ وتركبوا it has a 3-5 excision capability to break the bond phosphodiester bond اللي هو عملها، برجع من 3 إلى 5 بقص اللي هو ركبهم. فبقول إنه if a nucleotide mistakenly being used to elongate the strand مباشرة برجع بقص وبرجع بركب النيوكليوتايد اللي لازم إنه يركب وبعدين برجع بركب. هذا معنى البروف ريدنج. بروف ريدنج بيختلف عن إن أنا أقيم البرايميز تبع الـ DNA polymerase 1. في حدا بعت لي يسألني إنه ايش بفرقوا عن بعض؟ تفضل. كل التركيب 5 ل 3، كل البوليمريز اللي بنعرفها بتركب من 5 ل 3 وبعدين بتروح من 3 ل 5. تمام. دي ان اي بوليمريز 1 كان بروف ريد، بس هو المين فانكشن تبعته مش يعمل بروف ريد. تمام. هو المين فانكشن تبعته يقيم البرايمر من الار ان اي برايمر بتكون موجوده عندنا. تفضل. يعني كل كم من واحدة برجع بشيك؟ لو كيف بده يميز لما الدي ان ايه بيعمل بلد يبلش يلف، اذا اللفه كانت غلط ساعتها بيعرف في نيوكليوتايد تركب غلط. برجع للاولى ولا بشيل كل شيء؟ بشيل كل شيء وبرجع لها. هلا في وي دو هاف باليوكاريوتيك سيستم الوضع مور كومبليكيتد، سو وي وود هاف مور بوليمريزز. ما راح اخليكم تحفظوهم لانه في عندنا انواع كثير من البوليمريزز وظيفتهم تشيك، بس ممكن تقيم بس واحدة. بس دي ان اي بوليمريز 3 ان بكتيريا مينلي برجع لهم. تمام. شو الفرق؟ طبعا كل كتبنا لما تيجي تحكي عن البوليمريز، اذا انتم متذكرين المحاضره الماضيه قلت لكم انه هاي البروسيس از ا بروسيس كونسيرف بكل الليفينج اورجانيزمز، عند البكتيريا عند الانسان كلهم عندهم نفس طبيعة الإنزيمز، نفس الطريقة اللي الإنزيمز تشتغل فيها، نفس السيت اب اللي بيكون موجود، عشان أضمن إنه النكست جينيريشن أوف سيلز هي نفس المعلومات. أول ما بلشنا نعمل ايدنتيفيكيشن لهي الإنزيمز اشتغلنا على الإيكولاي. So we identify the primase, DNA polymerase 3 اللي بتعمل elongation. لما رحنا على المور كومبلكس أورجانيزم زي اليوكاريوتيك سيستم زي الهيومن سيلز لقينا إنه عندي إنزيمز كتير أكتر. الهيومن سيلز فيها ميتوكوندريا، الميتوكوندريا they have their own enzymes، فيها نفس فيها its own DNA، بتعمل its own DNA replication بداخل الميتوكوندريا، مختلف مش مرتبط أبدا بالكروموسومال replication اللي بنشوفه بالنيوكليس بالS phase. So we would have much more complex enzymes ممكن نشوفه. هلا ما بدي اياكم تحفظوا انواع البوليمريزز المختلفه الموجودين باليوكاريوتيك، بس بدي اياكم تعرفوا انه we do have something similar to primase، we do have something similar to polymerase 3. وعشان ازيد الكومبلكسيتي تبعت الانزيمز اللي عندي، انا عندي اياهم من الفا يمكن لنيو، يعني الفا بيتا جاما نمشي فيهم ابسيلون اند سو اون. الكومبلكس اللي بيبلش البرايمر اسمه بوليمريز الفا باليوكاريوتيك سيستمز، هو نفسه فيه برايميز
بعمل البرايمر وبعدين بكمل الابليكيشن شوي. بعدين في عندي بالفراجمنت الصغيره في عندي ايش هذا اسمه دلتا، هذا دلتا، وبعمل الشورتر ستراندز. لما تكون عندي ليدنج ستراند بيجي ابسلون اللي بيشتغل. So we have more complex enzymes that we can see. بالبكتيريا كلهم في المريزي 3 اللي بيعمل الليدنج واللاجنج. كل كتبنا بتحكي عن الليدنج واللاجنج ستراندز وبتحكي عن البوليمريز 3. كل الفيديوز اللي بتشوفوها على النت بتحكي عن البوليمريز 3. بس اذا دخلنا على much more complex systems we would see انا في عندي انواع من هاي البوليمريزز، كل واحد منهم له فانكشن. في عندنا many، يمكن 4 أو 5 مسؤول عن الريبير، كل واحد منهم مسؤول عن نيوكليوتايد معين ممكن يكون حط خطا هو بس بيجي هذا البوليمريز بقيمه and so on. كل ما مشينا بالاورجانيزمز بال ايش بنسمي سلم الكومبلكسيتي تبعت الاورجانيزمز، كل ما بلاقي انه البروسيس كنترولد اكثر عشان ما اضمن انه ما يصير اخطاء. لما احكي عن بكتيريا الكروموسوم واحد ولما احكي عن 46 كروموسوم بالانسان مثلا، صح؟ فالبروسيس تبعتي بتكون مور كومبلكس عشان اقدر اوجد البرودكت اللي بتكون موجود عندنا. تفضل. طيب البوليمريز الموجود بالبكتيريا البيسيكلي هو بوليمريز 3. يوكاريوتيك سيلز في عندي سيفرال بوليمريز. بوليمريز الفا هو الكومبلكس اللي فيه البرايميز مع بوليمريز بكمل عليه شوي. بعدين مين بيجي بكمل وراه بالالونجيشن؟ اذا كنت عم بحكي عن لاجينج ستراند بيجي دلتا، واذا كنت عم بحكي عن ليدنج ستراند يعني ستراند طويله بيكون ابسلون. الميتوكوندريا جاما السؤال. في عندي مجموعه، شفتي السينثيسز بالفورك، هاي الستراند وهاي الستراند، هون بتكون انزايم، هون بتكون في انزايم ثاني. ما شرحت لك الريبير، هذول بيعملوا بروف ريدنج. كلهم بيصححهم 3 لـ 5. بقيم كل شيء او ممكن يقيم بس واحدة بس الخطا. هلا كل ما رحنا بالاورجانيزمز مور كومبلكس اورجانيزمز، كل ما البروسيس بتكون كومبلكس اند ماتش مور كنترول داخل السيل. هاو فاست از ذيس بروسيس؟ فيري فاست. بكتيريا عندها وان اوريجن اوف ريبليكيشن. ذا وان اوريجن اوف ريبليكيشن ان بكتيريا رح يبلش، وبالتالي بير سكند لازم عشان البكتيريا تقدر تكمل الريبليكيشن وتعمل سيل ديفيجن. اذا انتم ماخذين بالمايكرو انه الدبلينج نمبر تبع البكتيريا بيكون within minutes، البكتيريا السيل ديفيجن تبعها معناته لازم الدي ان ريبليكيشن تبعتي تكون كثير سريعه. فالف بيس بير سينثيسايز نيولي بالسكند، لما نكون نحكي عن بكتيريا الكروموسوم او كروموسوم او الريبليكيشن تبعه. بس احنا ابطا لانه عندنا مور كومبلكس انزايم، سو برضه 50 بيسز بير سكند برضه كمان جود، يعني عدد كثير كبير من النيوكليوتايدز بتكون قاعده عم ينضاف. احنا الفرق بين اول كروموسومز او اليوكاريوتيك كروموسومز والبكتيريا كروموسومز عندنا كثير اوريجين ريبليكيشن على الكروموسوم، فبالتالي كلهم ببلشوا مع بعض او باوقات بتكون متناسبه مشان اضمن ان كلهم يخلصوا مع بعض. ان الكروموسومات اللي عندنا السايزز تبعتها مختلفه، بدنا نضمن او نتاكد انه هذا الريبليكيشن بينتهي وقت ما تخلص اس فيز. تخلص اس فيز بكون في كل الكروموسومات تبعتي دبل بس مربوطين مع بعض بالسنترومير، صار اسمه سيستر كروماتيدز اذا انتم متذكرين من المحاضره الماضيه. كثير عندنا صور بالكتب تحكي عن هاو اول ذيس انزايمز بيشتغلوا مع بعض، يعني كل ما تشوفوا صور اكثر يمكن الصوره بتصير اوضح بالنسبه لكم. بدي اوصل له اللي هو الـ ends of chromosomes. Our chromosomes are linear 5' to 3', يبقى 3' to 5', صح؟ في عنا على الـ length of our chromosomes في عنا sequences بنسميها repeats بتكرر، بنسميها tandem repeats لها تتكرر. هي فعليا اللي بتميزنا كأورجانيزم عن أورجانيزم ثانيين على الكروموسومات، يعني على كروموسوم 1 وين في اماكن تتكرر قد ايه تكراراتها. هلا
the ends of our chromosomes, أطراف الكروموسومات ما فيها جينات. أطراف الكروموسومات ممتلئة بتاندم ريبيتس اسمهم تيلوميرز. لما ناخد كروموسومز from cells ونصبغهم بصبغة معينة, we can see زي هاي الرسمة اللي بالأصفر الأطراف تبعت الكروموسوم اللي إحنا نسميه مصطلح إننا نسميها تيلوميرز, the ends of chromosomes. شو لما تتفرجوا على هاي الرسمة شو بتلفت نظركم؟ الانس مالها مش كابس, مش كابس, هي صبغه ملونتهم هم عاملين زي كابس. بس شو بيميز هاي الكابس؟ انت قولي شو فرق بين التلومير؟ انا مش هذا سؤالي, انا سؤالي هاي الصوره شو بتع... شو 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 بتميز فيها؟ كروموسومات. جود, هذا اللي كنا نحكيه قبل, انه وي هاف ديفرنت كروموسوم. برافو عليك. ديفرنت كروموسومز ديفرنت سايزز. طيب الالوان اللي بالاصفر ايه التندنسي او الانتنسيتي تبعت الكالر تبعي ممكن الاقيها بتختلف, بس اوفر اول ممكن الاقيهم بيشبهوا بعض. كل الكروموسومز تبعتي فيها المنطقه الصفراء. زميلتكم قالت شو الفانكشن اوف تيلوميرز؟ تيلوميرز الاندز تبعتي فيها شيء مميز, they are single stranded sequences مش double stranded. زي كده كنا نحكي لما نعمل synthesis بيكون كل نيوكليوتايد في قباله نيوكليوتايد, لعند ما نوصل عند التاندم ريبيت تبعت الاطراف. التاندم ريبيت تبعت الاطراف they are single stranded ends بتكون موجوده عندي. هاي single stranded ends اللي بتكون موجوده عندي وجودها مشان يمنع الكروموسومات تلزق ببعض. We do have, رح نحكي عن repair mechanisms. عندنا إنزيم زي ما تلاقي two fragments of DNA أو كروموسوم مقصوص من النص رح تربطهم. فإذا كانت أطراف الكروموسومات, يعني هذا الإنزيم دائما موجودة, لما تكون أطراف الكروموسومات double stranded هيك, شو بمنع هاي الإنزيم تيجي تربط الكروموسومات ببعض؟ ولا إشي. So these tandem repeats, المصطلح اللي نسميها تيلوميرز, وجودها بهذا الشكل as single stranded overhanging sequences repeats كل الكروموسومات the same, تمنع الكروموسومات تربط مع بعض. So this is the function of telomeres. In undifferentiated cells, الخلايا تبعتنا اللي بتكون stem cells سواء كان وقت الـ embryonic development أو لما يصير في عندي differentiated tissues, دائما أنا في عندي stem cells. هاي الريبيتس, هاي السيكونسز دائما في عندي انزيم مسؤول عن انه يطولها, خليها موجوده خليها طويله. فهذا الانزيم مسؤول عن انه يعمل ريبليكيشن لهاي الانز, اسم الانزيم تيلوميريز. هلا انتوا دائما لما تدرسوا بتلخبطوا بين تيلوميرز وبين تيلوميريز. تيلوميريز هو انزيم موجود فقط في الاندفرنشيتد سيلز, مسؤول عن انه يعمل لي replication of these telomeres. But once the cells are differentiated, telomerase enzyme بصير له inactivation, ببطل اصلا يتصنع بالخلية, الجين نفسه اللي بيعمل ببطل يعمله. هذا جزء من عملية differentiation اللي عندي. والتلوميرز الانتس اللي بتكون موجودة عندي على الاطراف بتظل موجودة, لكن مع كل cell division بتصير تقصر, لأنه في عندي إنزيمز عم بتشوفها single stranded overhang sequences موجودة, مش فاهم هو ليش موجودة, بصير أصر لي إياها من cell division لcell division حسب أنواع التيشوز والخلايا الموجودة عندنا بالتيشوز والخلية كم cell division بتعمل. بتكون الخلية طبيعيا فاهمة كل cell division قديش بيقصروا الأنس اللي عندي. هلا لاحظوا هاي الـ ends هي overhanging sequences single stranded موجودة عندي من 3 prime end. هلا with every cell division we remove جزء من هذا التيلوميرز sequences لعند ما اوصل انه ما فيش عندي تيلوميرز, ما فيش عندي هاي الـ ends. يعني هدول الخلايا لما اجي اصورهم تحت الميكروسكوب المنطقة المناطق اللي بالاصفر على الاطراف بتظل موجودة.
شو الخلية بتفهم لما التلوميرز يروحوا؟ إنه السيل ديفيجن خلاص هن وصلت لآخر سيل ديفيجن. النكست ستيب مش أعمل دي إن إيه ريبليكيشن وإس فيز وأرجع أعمل ميتوسيس. النكست أروح على الأبوبتوسيس وأعمل بروجرام سيل ديث. السيجنال اللي السيل بتفهمها إنه ذس ويل ليد تو خلاص هاي السيل سايكلز تبعتي إت ويل إند يصير عندي أبوبتوسيس. ليش التلوميرز مهمة؟ خدتوا باثولوجي. ليه التلوميرز مهمة؟ كانسر بصير لما تلوميريز يرجع يعمل ريجينينج اكتيفيتي. شو يعني التلوميريز يرجع يشتغل؟ بتضلها هاي الانتس تطول. فلما تضل الانتس تطول السيل بضلها تنقسم. فواحدة من الهول ماركس تبعت الكانسر ديفلوبمنت انه ايفيتس ابوبتوسيس، بتهرب الابوبتوسيس. مش كل التيومرز عندها الكابابيتي تو ذات، بس معظم التيومرز اللي احنا بنعرفها عند الدياجنوز ذم تيلوميريز برجع بصير اكتف. طيب لما واحد يجي يقول لك يلا صمم لي دواء او فكر لي بطريقه اقدر اوقف الكانسر، شو بتقوله؟ بدي اروح اعمل تارجتنج للتيلوميريز. شو مشكلتي لما اعمل دواء يروح يربط التيلوميريز بالكانسر سيلز؟ سيلكتيفيتي. لاني ايش بخاف؟ بخاف على الستيم سيلز اللي بهذاك التشو. يعني اذا وديت الانتي تيلوميريز دراج وديته على الخلايا راح يدخل على الكانسر سيلز ويمكن يدخل على الستيم سيلز حول جنبها، فبالتالي راح يعمل لي انهيبيشن لبوث اوف ذم. فاي ويل لوز الستيم سيلز. اذا اي لوز الستيم سيلز معناته انا مش راح اعمل ريجينريشن للتشوز بهذاك السيلز بهذاك التشو. طيب إذا مفروض من الخلايا هون عندي 1 2 3 4 سيل ديفيجنز يصير فيها التيلوميريز، التيلوميرز عفوا اسرط لعند ما وصلت انه خلص ذا اند. إذا صار عندي التيلوميرز شورتنينج خلص هون عند السكند، يعني خلص هون بدل ما يكون لسه ضايل شوي صار زي هيك اختفوا كل التيلوميرز، شو هذا اسمه؟ بعد 2 سيل ديفيجنز السيل فهمت انه خلص تموت. المفروض تنقسم 4 مرات بس انقسمت 2. ايجينج. برافو عليكم. هذا بريماتشور ايجينج. اور اكسبوجر تو فري راديكلز، اكس راي، يو في لايت من الشمس اند سو اون، كلها بتزيد التشانسز اوف تيلوميرز تو بي شورتر ان ليس cell division that it's supposed to be. هذا اسمه premature aging. طيب on the other hand بقدر ارجع التيلوميريز اكتيفيتي بدور الخلايا عشان ارجع التيلوميريز يطولوا. في بعمل اكتيفيشن للتيلوميريز فبرجع بعمل فبعكس الايجينج. مين اللي بحب يعكس الايجينج؟ مين؟ صح، الناس اللي بدها تحافظ على الايترنال يوث خصوصا بالسكن. اول جين ثيرابي اخذ ابروفل فور كوزمتكس ابلكيشن على السكن، والابلكيشن كان يروح للخلايا السكن، يعني توبيكال بينحط على السكن. كان شركه عملتها واحده ست تحافظ على الشباب الدائم للبشره. شو كان؟ كان بلازميد يحمل الجين تاع التيلوميريز بتدخله على الخلايا عشان يعمل تيلوميريز عشان التيلوميريز يرجع يطول عشان ضل السكن زي ما هو ما يتجعدش ضل ننتج كولاجين اند سو اون. فالسيل ما تموت بريماتشور لانه اكثر جزء من جسمنا عدا عن كل الاكسبوجرز للدايت فري راديكلز التوكسينز المختلفه اللي بتدخل لنا مثلا من الدايت، اول اورجنز ممكن هتتاثر هو السكن البشره، يوفي لايت، الاشعه، التوكسينز، الغبره، الاشياء اللي بتكون موجوده حوالي بالابره. فاول شيء هو البشره. فاول حدا فكانت واحده ست اللي فكرت صح هم الكبار شوي بالعمر بدهم يحافظوا على الايترنال يوث and then they try to do that. So we would have the two opposites. اذا التلوميرز اسرت قبل بوقت انا عندي بريماتشور ايجينج وسيل ديث. برضه كمان انا ما بدي هذا الشيء لاني بعمل بيردن على الستيم سيلز عشان تعمل ديفرنشيشن. I will end up
اللايف اكسبكتنسي تبعت الخلايا ما ذاك التشو صارت كثير اقل. وبالمقابل كمان اذا التلوميريز رجع صار اكتف بالخلايا اي دو سي ذس ميكانيزم اي وود سي اي دو سي ات ان كانسر ديفلوبمنت والبروجنوسيس بكون اسوء عند البيشنتس اللي بكون عندهم التلوميريز اكتيفيتي الكانسر بيشنتس. فبدي انت تلوميريز بدي تلوميريز بدي تنتين تمام. ومش كتير هيلثي بعرف شو وين صار البرودكت تبعها يعني ما بعرف وين كان من اوائل. احنا عندنا محاضرات قدام هنحكي عن جين تبع العلاج بالجينات هنحكي عن الامراض فبنرجع بنحكي عن هاي القصه بس هي كانت اول حدا يس حضرتوا المحاضره اللي بالمؤتمر لما قال الدكتور ما تاخذ انتي اوكسيدنتس حفز جسمك ينتج اتس اون انتي اوكسيدنت يس لانه انا الرياكتيف اوكسجين سبيشيز اولويز بي برودوس. فاذا احنا اخذنا انتي اوكسيدنتس او اشياء من برا خارجيه مش زي الايفكت اللي بتكون الميكانيزمز اللي من جوا خلايانا هي اللي عم تخرب. يس تمام. طيب ان ستيم سيلز تيلوميريز از اكتف اند ات مينتينز اللينث اوف تيلوميرز بميكانيزم كتير سبيسيفيك وخاصة فيها. هدول اوفر هاند 3 برايم اند تاندم ريبيتس. تاندم ريبيتس مليانة تي و اي و جي كونوا سنجل ستراندد من جهة 3 برايم اند. تيلوميريز انزايم از ان انزايم هذا بس بشوفه بالستيم سيلز وبالاندفرنشيتد سيلز كيف بيشتغل بيجي هو والبرايمر تبعه بيرتبط بالطرف بيعمل كأنه برايمر. احنا بنعرف انه السينثيسيس دائما من 5 ل 3 الاند تبعتي الاوفر هانج تبعي من 3 ل 5 معناه اي شيء بده يكون بدي اضيف عليه بده يكون فروم 5 تو 3 بده يكون في قباله شيء. وانا ما عندي هذا ما عندي برايميز. البرايميز لما يجي يعمل سينثيسيس للبرايمر السيكونس بعدين بدي شيء على التمبلت بدي شيء يكون تحت. فلما يجي التيلوميريز انزايم with its own template اللي بكون معاه بيعمل فيتنج لانهم هدول تاندم ريبيتس احنا عارفين شو هن النيوكليوتايدز الموجودين بيجي بيربط فيهم بعدين هذا التيلوميريز اعمل لي زي المكان بلس التمبلت اللي عندي وبيجي الانزايم جزء منهم هو بصير يضيف اقبال سي جي 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 تي تي واحنا عارفين انه التاندم ريبيتس مليان تي ان جي فبيجي بيعمل لهم الونجيشن اند ذن ذي اد ذم اب. طيب هلا هاي اوفر هانجينج سيكونس صار طويل كثير اكثر صح؟ بيجي دي ان اي بوليمريز بيقدر انه يضيف انا مسموح لي بالتاندم ريبيتس لما احافظ على الطول مسموح لي يكون طولها طول معين انا زدت هذا الطول انا ما بدي ازيد هذا الطول بلاقي انه لما يجي دي ان اي بوليمريز بصير يعمل اديشن اقبال برايميز بيعمل ار ان اي برايمر ودي ان اي بوليمريز بيجي بيكمل السينثيسيس وبضل محافظ لي على الجزء اللي بيكون اوفر هانجينج بضل محافظ لي عليه وبضل محافظ لي على هاي التاندم ريبيتس اللي بتكون موجوده عندي. هذا الايفكت ما بشوفه الا بالتيومر سيلز وبالاندفرنشيتد سيلز بضل محافظ على الطول تبع التلوميرز اللي بتكون موجوده عندي بسبب الافكت او الاكتيفيتي اوف ذس انزايم لما تيجي ترتبط كومز اون برايمر اند تيبس وبنضل نزيد اللينك بنضل محافظين على الطول تبع التاندم ريبيتس اللي بتكون موجوده عندي على التلوميرز عندي. واضح؟ هذا عامل لك تمبلت بيجي هون بضل نحط خمسة هاي ثلاثة بضل اركب عليها خمسة هو نفسه بركب لهم هو نفس الانزيم بكون عامل التمبلت تيجي نيوكليوتايدز اند ذي اد ذم اب. هلا صفى عندي هون هاي ثلاثة 3 برايم اند وهي هون 5 برايم اند وهي صار كثير طويل بعدين بيجي برايميز بتعمل هون 5 تو 3 وبيجي بوليمريز بيشتغل هيك نفس البوليمريز اللي كنا نشوفه بعدين بنقيم هاي الشقفه لان هاي ار ان اي بضل طويل بضل محافظه على هذا الطول قديه كان طوله قديه انتهينا الطول على الاطراف.
هاد ما بشوفه إلا بالكانسر وما بشوفه إلا بالأندفنشيتد سيلز. مين اللي بشيل؟ هاي؟ لا فرزونيز وان لا ضلها لازم ضلها أوفر هانجين، لأنه إذا ضلهم مسكرين حيجوا الكروموسومات يربطوا ببعض، فأنا ما بدي الكروموسومات يربطوا ببعض. تبع الكروموسوم ضل هذا السيكونس طويل طول ما هي استم. بتعرفوا انه الستم سيلز دي ديفايد اندلسلي؟ طيب كيف تقدر تعمل ديفايدنج اندلسلي اذا الاطراف تبعتها كانت عم تقصر؟ ضل يطولها، ضل التلوميريز يطولها. فقد ما تقصر على السيل ديفيجن بيقصر شوي، ليش التلوميريز بيطول؟ بعد الديفيجن الثاني بتقصر بس بيجي التلوميريز بيعوض هذا اللينك اللي راح. Once we differentiate the cells هذه الاكتيفيتي بتروح، بضل عندي هذا الطول النكس بقص شوي النكس بسيل ديفيجن بقص بقص لحد ما اوصل للانز. يس عشان ضل عندي اوفر هانجينج سيل ستراند. تمام يس لما يصير السيل ديفيجنز بضل يقصر بوصل لعند هون انه جي قبالها سي السل بتعرف انه صار الكروموسوم تبعي دبل سي. كل الكروموسوم شوفوا ايش التريكي بارت، التريكي بارت انه كلهم يفقدوا كلياتهم لازم يخسروا التلوميرز مع بعض زي بعض ما بزبط. ما بيزبط الكروموسوم تروح المنطقة اللي بالأصفر تماماً والكروموسوم تضل موجودة، بتبطل فاهمة. لازم يقصروا نفس الطريقة ولازم يقصروا كلياتهم. هلا اللي بصير فعلياً بخليانا نحن نتعرض كثير لفري راديكلز طول الوقت، أنا في أصلاً برودكشن لفري راديكلز بداخل خليانا إلا ما يطلع إنه في كروموسوم يقصر أكثر من كروموسوم. بس السيل تو أندرستاند إنه بتروح أبوبتوسيس لازم كلهم يروحوا ويختفوا. هلا ليش ديزيزز دو هابن؟ في كتير ناس بتقول انه الستريس بعدين بتعمل لي free radicals it will lead to changes على all our chromosomes and then we end up having diseases. شو ما يخطر على بالكم بالأمراض، في ناس بتكون تشتغل تفرج قديش العلاقة بين ظهور هذا المرض whatever the disease is وبين free radicals. free radicals بتكون أثرت على الأطراف could be، بتكون أثرت على نفس الدي ان اي. لما نجي نحكي عن محاضرة الدي ان اي دمج ان شاء الله بالمحاضره الجاي وتسي انه الدمج ممكن الفيرتيكال دايركت كوز للفيرتيكال اللي بتصير موجوده عندي بالسيلز. سو وي نيد اولويز تو نيوتراليز هالفيرتيكال اللي بتكون موجوده عندي. شوي 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 لعند ما يصير هوي. لما يصير الاطراف دبل ستراندد السله بتعرف انها لازم تروح على البوتوسيس. هو بيحمي طول ما مسموح لي انه السله تعمل سيل ديفيجن. يس اذا نقص اذا بيتاثر بتاثر الاطراف. يس طيب ايش هي محاضرتنا الجايه؟ دمج ميوتيشن والدمج صح؟ طيب قبل ما نروح على الميوتيشن والدمج مدام البروسيس اوف دي ان اي ريبليكيشن بروسيس والكنترول الاطراف بتقول السل رح تروح على انها تموت او وات ايفر. ليه احنا بنختلف عن بعض؟ مش احنا كلنا جايين من وان سبيرم وان اوفم ات ذا اند اوف كل المليونز اوف ييرز اوف جنريشن. وين احنا بنختلف عن بعض؟ بالترتيب النيوكليوتيد. احنا جينا من خليه واحده variation over the years قصدك عمل كل الفرق هذا انه احنا ولا واحد بيشبه حدا لا مرق ولا رح يجي.
في عنا كروس اوفر بتصير هذا رح نحكي عنه ان شاء الله لما نحكي عن الباترنز اوف انهيرتنس رح نحكي عنه في الريكومبينيشن وال ديفرنت ميوتيشن ذات وود هابن والريبير ميكانيزمز كلياته مرتبطه ببعضه the process as a process the DNA replication process as a process هي بروسيس لا اخطاء فيها اي خلل اي دمج بتصير على السيل بتصير باي مرحله من مراحل السيل سايكل او يصير على التمبلت يعني ممكن خلال الريبليكيشن يصير عندي دمج بس ما بيكون عند الستراند اللي قاعده عم تتصنع بيكون على التمبلت لانه دي ان اي بوليمريز شو موجود عنده على التمبلت هيحط قباله هاي التمبلت هتضل بكل السيل ديفيجنز يس هيك ديزيزز دو هابن وهيك الفاريشنز بيناتها بتصير في عندنا سيكونسز امونج اور كروموسومز بتكون زي بعض عندنا كلياتنا واللي بتميزنا كأورجانيزم هي اللي بتخلينا 46 كروموسوم and so on. في عنا سيكونسز مسموح لنا فيها الفاريشن بعرفش إذا أنتوا بتعرفوا إنه إحنا في عنا اليوم هيوج داتابيسز بتكون بنحط فيها الهيومن جينوم من different ethnic groups كل هذا مشان نقارن بداية بين populations شو السيميلاريتيز شو الاختلافات بتخلينا على الأقل عنا اختلافات شكلية وبعدين هل هاي الاختلافات هي variabilities ولا هي mutations؟ يعني إذا كانت mutations usually as a mutation لازم عددها يكون قليل رح نحكي إن شاء الله عن المحاضرات اللي قدام بتضلكم دائما تخلوا ببالكم إنه خلال عملية DNA replication أنا بالprocess itself the newly synthesized strand that تكون exactly complementary للoriginal strand. اي اختلاف بتصير باي جزء تاني من السايكل تبعت الخليه او بتصير على التمبلت خلال عمليه الريبليكيشن هذا الاختلاف اذا كان ادى لظهور ديزيز فهي هاي ميوتيشن ليدز ديفلوبمنت اوف ديزيز ويدوسيه او ممكن تصير فاريشن تنتقل من جينيريشن لجينيريشن بعدين امونج بوبوليشنز اوفر ماني ييرز رح الاقيها صفه مميزه لهذاك الجنريشن تكون موجود عندنا يعني مثلا كل الايجنز فيري رير نلاقي ايجنز شعرهم مش ستريت هلا هذه الفاريشن ليش صارت عندهم هيك اي ثينك ات توك هندردز يمكن ثاوزندز اوف ييرز على ما صفى انه هاد التريت هاي الصفه تبعت الشعر تكون عندهم هيك بالمقابل احنا عندنا في ناس شعرهم كيرف في ناس شعرهم ستريت في ناس شعرهم ويفي اند سو اون ونروح مثلا على اليوروبيان كلرز مختلفه اند سو اون فهي كلها صفات مش كتير مرتبط في منها مرتبط بالديزيزز بس هاي الصفات بقدر اقول انها تميز بوبوليشن عن بوبوليشن ثاني هاي كلها it took many years قبل ما الاقيها دائما always هي الفاريشن دوميننت بهذاك البوبوليشن اللي بضل يسالني بتبعتولي بس بعدين بالاخر شو كل ما درسته لا الاليلز والجينز التريتس اند سو اون كتب الجينيتكس بتسمي الجين اليل الصفات بسموها تريتس احنا بنسميهم جين وبروتين بالموليكيولر وراح الجزء الثاني من المحاضرات لما نصير نحكي عن الباترنز اوف انهيرتنس امونج بوبوليشنز حنضل نسميهم اليلز اند تريتس مش راح نشوف كلمه جين وبروتين الاليل نفسه الجين we do have two alleles two genes each on every chromosome for a protein for normal لا الجين سيكونس موجود على الكروموسوم أنا for every protein أنا عندي two genes two copies of the gene واحد copies لما ده إحنا بنسميهم copies of genes هلأ هاي جاي واحد من الأم واحد جاي من الأب الجين رح يعطيني نفس البروتين بس مش بالضرورة الجين على كروموسوم 1 اللي جايك من الأم يكون exactly the same as the gene جايك من الأب بس كل التنين إذا كانوا normal genes رح يعطوكي نفس البروتين نحكي إن شاء الله عنهم بالمحاضرات الجاية تمام؟ في حد عنده سؤال؟